يتمم وعد ماذا؟ هذا تاريخ طويل للعلاقة مع الله مع المؤمنين. لا بس أنهم زكريا يجيل ولد اليوم، ولكن خلال التاريخ ككل بهالعلاقة ما بين الله والشعب مالته، الله دائما من ناحيته كان يكمل وعد مالته، الناس من ناحيتهم ما كان يكملوا. سو لازلنا بهذا الموقف احنا ايضا، فنريد ان نكون اكثر متممين ومكملين لما نوعد الله به. Shabbat
التي لك المجد الدائم كل حين يا رب الكل الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس يقول: يا إخوة بارك الله إني روح المسيح بتعاليمي المقدس، ولهذا إني أنا بولس أسير يسوع المسيح بسببكم أيها الشعوب. إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله التي أعطيت لي من أجلكم، إني بوحي أعلمت السر كما كتبت لكم بالإيجاز، بحيث أنكم تستطيعون إذا قرأتم أن تفهموا معرفتي بسر المسيح الذي لم يعلم عند بني البشر في أجيال أخرى كما أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح. إن تكون الشعوب أبناء ميراثه وشركاء جسده والموعد الذي أعطي فيه بالإنجيل الذي صرت أنا خادمه على حسب موهبة نعمة الله التي وهبت لي بعمل قوته، لأني أنا أسفل القديسين جميعاً، وهبت هذه النعمة أن أبشر في الشعوب بغنى المسيح الذي لا يفحص، وأوضح لكل أحد ما هو تدبير السر الذي كان منذ الدهور مكتوباً في الله خالق الجميع، لكن تعلم بواسطة البيعة حكمة الله المتنوعة لدى الرئاسات والسلاطين الذين في السماوات، والتي أعدها منذ الدهور وأجرى في يسوع المسيح ربنا. آمين. لنقم جميعا ونستمع كلمة الإنجيل المقدس. ما عسى أن يكون هذا الصبي
وكانت يد الرب معه. وامتلأ أبوه زكريا من روح القدس وتنبأ قائلا: مبارك الرب إلى إسرائيل لأنه افتقد شعبه، صنع له خلاصا، أقام لنا قوة خلاص في بيت داود عبده، كما تكلم بفم أنبياء القديسين الذين هم منذ الدهر بأن يخلصنا من أعدائنا من أيدي جميع مبغضينا. صنع رافته مع أبائه، ذكر عهده المقدس، القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا بأن يعطينا الخلاص من أيدي أعدائنا فنعبده بلا خوف جميع أيام حياتنا بالعدل والبر. وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تنطلق أمام وجه الرب لتعد طريقة ليعطي علم الحياة لشعبه بمغفرة خطاياه بأحشاء رحمة إلهنا الذي بها افتقدنا المشرق من العلا إنارة للجالسين في الظلمة وضلال الموت، ليقوم أرجلنا في سبيل السلامة. وكان الصبي ينمو يتقوى بالروح، كان في البغاري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. Now the time came for Elizabeth to be delivered, and she gave birth to a son. And her neighbors and kinsfolks heard that the Lord had shown great mercy to her, and they rejoiced with her. And on the third day they came to circumcise the child, and they would have named him Zechariah after his father. But his mother said, "Not so, he shall be called John." And they said to her, "None of your kindred is called by this name." And they made signs to his father, inquiring what he would have him called. And he asked for a writing tablet and wrote, "His name is John." And they all marveled, and immediately his mouth was opened and his tongue loosed, and he spoke, blessing God. Shuha. الشعب الإسرائيلي ما كان فشعب يونيك محدد له فقط، كان نموذج، كان مفروض أن يكون صورة لكل المؤمنين وخاصة لنا. على كل حال، في كل علاقة وفي كل علاقة صادقة هناك تبادل الفاوز مثل ما يقولون بالانجليزي، الكوميتمنت، انه اني اسوي لك فلان شيء. حتى اذا الكلمه ما موجوده بهالعلاقه اكو هذا التعبير. فاذا بين الله وبين الشعب المؤمن كان اكو هالصوره الكبيره، انا اقول لكم الها انتم تكونون لي شعب، هذا كان الاطار. اذا احنا في علاقه، انت مالتي انا مالك. في العلاقات البشرية أيضاً أكو أنا مالتك أنت مالتي. فبهالعلاقة لما أكو هالانتماء، أكو هذا العطاء، أنه أنا إلك، أنا إلك في كل كياني، وأنا إلك أن أنميك، أن أسوي لك، أسويك أحسن، أقرب إلى الله.
مثل ما العلاقة بين الله والشعب كانت أن الشعب يصير أقرب إلى الله، أن يكون أكثر على مثال الله، أن يكون على الصورة اللي هو مخلوق عليها، على صورة الله ومثال. هاي كانت الغاية. إذن هاي هي المسيرة. أيضا في العلاقات البشرية، هل العهد اللي هو بين الاثنين، ممكن طبعا يكونون زوج وزوجة بشكل خصوصي، ممكن يكون بين أصدقاء، ممكن يكون بين جيران، ممكن يكون بين شركاء، ما بالضرورة إلا المتزوجين. فإذا لأن أكو هل العهد هل كوميتمنت بين الناس، أنه أنا في علاقتي معك أيها الإنسان أريدك أن تشعر بأنه حقيقة هالعلاقة هي صادقة، هي من أجل خيرك، وإذا هي من أجل خيرك حتما أخيرا راح تكون من أجل خيري بهالعلاقة. المشكلة أنه في ضعفنا كبشر ما نقدر نكون على هالمستوى. الله تعالى هو على هالمستوى. الله تعالى دائما بالرغم من خيانتنا، خلينا نقول إله خيانة الشعب إله، أخيرا كان يعود له، أخيرا ولو خلال قصاصات، خلال ضربات أو خلال إشعارات قوية، كان يريد يجيب إله، لأنه هذا هو الحب الحقيقي. مثل الأم أحياناً تسوي طنش الابن، تمنعه من أشياء لأنه تريد أن يرجع إلى هذا الحب الحقيقي، إلى هالعلاقة الجيدة بينه وبينه، فتريد هذا الشيء. ما يكون بسبب أنه مدحب أو تريد تأذينه، ما هي هذا الشيء، ولكن بالنهاية تريد أن يكون أقرب له. إحنا كبشر، بعلاقاتنا أحيانا يصير أنه حتى نغطي ضعفنا، حتى نبرر ليش إحنا ناقصين، ما نعترف بالنقص مالتنا، بس حتى نبرر بالظاهر هذا الشيء، شو نسوي؟ نحاول نقول أنه الآخرين هم مو زينين. حكينا على الآخرين هو فد انعكاس نفسي لتبرير أخطاء مالتنا، مثل ما الأولاد الصغار لما يخربطون ويسوون الهوسة، من تجي الأم يجي له مام داد is not me is my brother، يعني مو أنا أخوي، فنبدي نذب اللوم على الآخرين. لما كنا بالصف طلاب صغار، مو أنا فلان دا يسوي الهوسة الحكي الخربطة. بعلاقتنا مع البشر احنا ايضا شيء يصير، حتى لما نحن كبار وهذا العمر، انه لما نبدي نحكي على الآخرين خاصة بالسوء، لما نبدي نحكي على الآخرين ايش نسوي؟ نغطي او نريد نغطي نقصنا، ونقول انه هذول المخطئين، انا ما مخطئ. هذا هو الانعكاس الداخلي. بس لما الانسان يقر بنقصه، بس بهذاك الوقت راح يكون امكانيه ان يكون افضل. اذا ما الانسان اقر بخطئه ما ممكن ان يصلح، تماما لما كان يسوون املاءه، تذكرون كان يخلوها بالخط الأحمر، إذا ضمة إذا فتحة إذا واو إذا نقص، هذا حتى نتعلم وين هي الخطأ. حياتنا أيضا إذا ما نقر وين هو الخطأ مالتنا، مو الخطأ مال آخرين، وين هو الخطأ مالتنا، ما راح نتعلم. إذا علاقتنا مع الله حتى تكون على مستوى أنه أنا تماماً أعهدك يا الله بهذا الشيء وأسوينه،
لما انا ما كده اقدر اسوي انه لازم اقر حتى اطلب معونه الله تساعدني. فاذا هل الله تعالى يكمل عهود مالته؟ من ناحيته ما عنده مشكله، بس من ناحيتنا لما ما نقدر نكمل عهود العلاقه معانه لازم نقر وين ضعف مالتنا حتى نقدر نعالجه. لنقم حسنا كلنا بإيمان ورجاء، نرضى الفاعلين، ارحمنا يا رب. يا أبا المراحم وإله كل تعزية نطلب منك. ارحمنا يا رب. يا مخلصنا والمعتني بنا ومدبر الكل نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل الأمن والوفاق وثبات كل العالم وجميع الكنائس نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل وطننا وجميع الأوطان وجميع المؤمنين الذين يسكنون فيها نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل اعتدال المناخ ووفرة الغلال والثمار وصلاح العالم أجمع نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل صحة آبائنا القديسين مار فرانسيس الحبر الأعظم بابا روما ومار لويس الجاه تاريخ البطريرك ومار فرانسيس أسقف أبرشيتنا وأبينا مار إبراهيم، ومن أجل جميع الذين يخدمون معهم نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل أبائنا الأساقفة حافظي الإيمان في العالم كله نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل شفاء المرضى والفرج المتضايقين ومكتئبي النفوس نطلب منك. ارحمنا يا رب. من اجل امواتنا وجميع الموتى الذين انفصلوا وانتقلوا من بيننا على رجاء القيامه نطلب منك. ارحمنا يا رب. خلصنا ايها الرب المسيح بنعمتك وافض علينا امنك وسلامك وترحم علينا. ارحمنا يا رب. جناتا يا هدي على المواريه دمك بيا لطاوله رامي ديو مارتكون با
منه. أيها الأب والابن والروح القدس يا خالق العالم بنعمة الدين وابن عبد البشر برحمة مخلص وامتحاني مع ألوه السماوين الذين يسجدون لعظمتك رواد الملائكة القديسين أخوات روحانيين قدام النار والروح يسبحون اسمك مع الكاروبين القديسين والصرافين الروحانيين الذين يقدمون السجود بسيادتك نهتف إليك.
بحقي الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. أيها المسيح السلام الحبيب قام عن البشر وأطل الأمن والسلام في أبطار المعمورة وفي كنيسة الجامعة وأزل الحرب عن وجه الأرض وأدي الشعوب المتخاصمة داعية للأمن لنعيش حياة نادية ورافعة من العوض الأفضل. تقربنا يا ربنا علينا رحمة نعمتك Yeah.
Hallelujah.
وأن نصعد أصوات المجد والشكر لنعودك السامي كل حين يا رب الكون باب عون وروح القدس العميق. جسده ودمه عربنا حياتنا بدية ويبارك جمعنا. المرحوم نيل تشابمان قداس على نيته راح يكون غدا الاثنين بكنيسة أم الله ساعة 10 وبعدين تعالى عمارته راح يكون بريجنسي مانر. المرحومة ماجدولين عيسى صلى المناسبة السابعة متوفاة في أستراليا، التعزية تكون القاعة الداخلية. المرحومة شيرين الطوبية مناسبة السابعة مرجو كمرجو بلكي مناسبة السابع، مايكل ميرم مناسبة السنة، ماري جيرجس كله بمناسبة السنة، جينيفر يتوما بمناسبة السنة، شلم يتوما بمناسبة السنة، مريم شمعون قاش بمناسبة السنة، جورج كانون بمناسبة السنة، ميخائيل هاو العزيز بمناسبة السنة، أنطون باسا عبد الأحد بمناسبة السنة، وريم أوجبي مناسبة السنة أيضا. كل الذين أردتم أن يكونوا مشتركين بقداديس هذا اليوم اللي عندنا قداديس الدائمية والمؤبدة، تقاويم السنة الجديدة هي حاضرة. الفكرة العامة مع التقويم هالسنة هو دور النساء في تاريخ الخلاص، عهد القديم عهد الجديد وخلال حياة الكنيسة. أكو بعض النساء اللي كعندهم دور في نشر الإيمان والحفاظ على الإيمان. لما تقرون هالقصة هي صغيرة بالكالندر بالتقويم، روحوا على الرفرنس على ذاك الفصل على ذاك الحدث وتشوفون الأسباب اللي هالمرأة كان عندها هذا الدور. فإذا بعهد القديم المرأة ما كان عندها مكان، هسا النساء الحمد لله هم دي يسندون حقيقة الكنيسة. هسا الرجال يستحون يجون الكنيسة، نسوة أكثر يجون. أكو بعض المجتمعات عيب أن الرجال يصلي، أكو بعض المجتمعات مثلا هنا بيني لما راح أول مرة على جورجيا الرياجيل كان عيب أن يجون للكنيسة حتى يصلون لأنه هذا شغل النسوة. على كل حال دور المرأة اليوم حقيقة بكنيستنا هو مهم وكبير، فنطلب من الله تعالى كلتنا نشترك بهذا الشيء. أيضا أوقات القداديس هي موجودة بمدخل الكنيسة، ومثل ما قلت لكم أيام العيد قداديس العيد راح يكون عندنا صينية ثانية مثل العام الماضي وقبله، 60% راح تروح لمساعدة المحتاجين اللي في العراق أو خارج العراق المهجرين خاصة، 20% لدعم طلاب السمينير و 20% لتقاعد الكهنة. عام الماضي كان كل الكنائس أعطت 148,000 دولار، وبيناتها مثل ما قلت لكم 24,000 كانت من هوني من كنيستنا. راح يكون عندنا سفرة إلى الأراضي المقدسة فقط من 23 أيار إلى 31. أيضا سفرة أخرى هالعام راح أروح إلى روسيا إلى جمهورية جورجيا، لأنه راح تكون الذكرى العاشرة لتقديس الكنيسة هناك، وهم أبونا بنيامين ذكرى 25 سنة من
ساعدته بالكهنوتية، وراها راح أروح للقدس ويكون مجموعة أخرى تروح إلى تركيا. أكو فت خدمة القنصلية العراقية بدأت تسويها بكنيسة ماري يوسف، فاللي عندهم وكالات شهادات حياة بدل ما يروحون إلى القنصلية نفسها يقدرون يروحون إلى كنيسة ماري يوسف. مدخل الكنيسة أقول الأيام والأوقات اللي راح يكونون بالكنيسة. بالنسبة إلى المشروع تقريباً هسه رسمياً يوم عيد ماري يوسف يكون يوم الافتتاح الساعة 6 العصر إن شاء الله. المطران يكون هوني يسوينا القداس، نروح نبارك البيت، ونأمل أنه بهذاك الشهر اللي يريدون أن يدخلون إلى هذا البيت يكون عندهم الإمكانية. فالشيء اللي أريد كتهيئة لعيد الميلاد أريد أنه إذا أكون ناس متساعدين، وعادة أكو ناس متساعدين خاصة القرايب، أخوة أخوات أولاد شيء، حاولوا أن تصالحوا. كان أكو في التقليد حلو بالقرية أنه ما نعيد إذا زعلانين، سو نحاول هذا التقليد أن نعيشه، نحضر قلوبنا